بروك المحلل السياسي أحمد فتحي. سيد فتحي أهلا بك. إذا أنان يتحدث عن انخفاض في مستوى العنف في سوريا ويدعو إلى تجاوب دولي مع ذلك، ورد الفعل الأمريكي يبدو أقل حدة، هل هو مجرد تجاوب عابر أم أننا فعلا أمام مرحلة جديدة؟ بلا شك حدث انخفاض في معدل العنف، ولكن لم يتوقف تماما، وهذا على جانب النظام السوري وعلى جانب الفصائل المعارضة المسلحة. ولكن بكل صراحة لا يوجد تحول جوهري في الموقف في سوريا الآن. الولايات المتحدة على لسان مندوبتها الدائمة في الأمم المتحدة سوزان رايس أعلنت أنه يجب على نظام بشار أن يرحل، وهذا هو الموقف الثابت. كما أورد السيد عنان اليوم أنه يجب على الأطراف المعنية جميعا في داخل سوريا أن تعطي للسلام فرصة، وهذا ما نتمناه أن يحدث في القريب العاجل. نعم سيد فتحي، المندوب السوري طالب السعودية وقطر وتركيا بوقف تسليح المعارضة، هل تتوقع استجابة في ظل دعوة أنان إلى التهدئة ومنع الانزلاق نحو حرب أهلية؟ وكيف سيكون التعامل الدولي مع هذه الدول في هذه الحالة؟ لا أعتقد أن تركيا أو السعودية أو قطر ستوقف من تسليح المعارضة، أو في حالة السعودية وقطر وبعض الدول الخليجية أنهم ستوقفوا عن دفع رواتب شهرية للجيش السوري الحر. نحن أمام إشكالية. أما عن رد الفعل الدولي فهنا يعني يوجد تناسق وإجماع في العالم الغربي ومعظم دول العالم على ضرورة رحيل نظام بشار الأسد، وهذا ما سننظر إليه في الأيام والأسابيع القادمة عن آخر التطورات وكيف سيتم احتواء الموقف. ولكن النظام السوري يتهرب من الوفاء بالتزاماته في ضوء خطة الست نقاط المقترحة من كوفي أنان، وكما أورد السيد أنان اليوم أنه قام بإجراء انتخابات بدون إجراء حوار سياسي، فهو ينظر إلى هذه الفعل على أنه تطوع من النظام السوري وليس في إطار الخطة. نعم سيد فتحي، التقرير يتزامن مع أول انتخابات تشريعية في سوريا بعد تعديل الدستور، برأيك إلى أي مدى يمكن للمعارضة المشاركة أن تغير من المشهد السياسي السوري، وكيف سيؤثر ذلك على نسيج المعارضة بشكل عام؟ المعارضة السورية أعلنت موقفها بوضوح أنها لن تشارك في الانتخابات، فبالتالي لا يوجد لها. نعم، ولكن المعارضة انقسمت بين المشاركة والمقاطعة بالانتخابات، يعني هذا ما تم إعلانه بالأمس. هذه المعارضة فصائل، مشكلة المعارضة السورية أنه يوجد فصائل كثيرة ومتعددة. نعم. والفصائل مفتتة وليست متفقة في يعني على عمل موحد. نعم. رأيناه صحيح. في عدم احترام وقف النار من بعض الفصائل، ورأيناه في الاحترام من الجانب الآخر. ولكن أي انتخابات ننتظر منها نتيجة مرجوة في ضوء انعدام الرقابة الدولية؟ أي انتخابات ننتظر منها نتيجة في ضوء عدم وجود حوار سياسي يساعد في عملية الانتقال طبقا لخطة الست نقاط؟ فهي بالتالي يعني إجراء تجميلي من قبل نظام بشار الأسد، ولن يعول عليها لا المجتمع الدولي ولا معظم الفصائل المعارضة كثيرا في حسم القضية في النهاية. نعم سيدي أنان لمح إلى انتخابات أخرى يمكن أن تجرى في حالة نجاح مهمته، ما الذي يقصده بذلك؟ ما يقصده السيد كوفي أنان أنه يجب أن يحدث الحوار السياسي أولا، ومن نتائج هذا الحوار أن تعقد انتخابات في ضوء الاتفاقات التي سيصل إليها الأطراف المتعددة من النظام السوري والمعارضة. ولكن إجراء الانتخابات بدون إجراء الحوار السياسي فهي نصف عمل، وكما أورد أنه تطوع من النظام السوري،
ولكن نعلم جميعا أن الانتخابات في دول الشرق الأوسط لا يمكن الأخذ بحجيتها لحدوث التلاعب بالذات في الوضع السوري. لو كان يوجد هناك إشراف دولي على هذه الانتخابات ربما لتعاطى معها العالم الخارجي بمصداقية، ولكنها لكل أسف لا تحمل أي مصداقية، هي مسرحية من مسرحيات النظام السوري. نعم، من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي، شكرا جزيلا لك.